تمام، يعني زي ما قلت لك مشوار طويل فترة وجودك في النادي الأهلي، أعتقد إن مباراة ريال مدريد هي الأهم بالنسبة لك، يعني على الرغم إن هي مباراة ودية ولكن الأهم من الناحية المعنوية يعني. هي خلي بالك الفترة دي كانت السن بتاعنا أو العمار بتاعتنا، كان النادي الأهلي بيغير جيل، كان بيعمل غير صغير شوية في السن، كان حسام غالي وأنا ومحمد شوقي ورضا شحاتة ومجد مصطفى، جيل كبير يعني، كان في ما كان معانا ناس كبيره اسلام زمان شايف كانوا قليلين يعني، كان هادي خشبه طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب، هادي خشبه، وليد صلاح الدين، عصام الحضري، محمد كانوا فاروق، لسه صغيرين برضه، كان مش لسه كبار صغيرين قوي بس يعني. فهي دي كلها، احنا الماتش طبعا حدث وكان اهم لينا ان احنا كنا لسه اول ماتش نلبس فانيله النادي الاهلي يعني، كان احنا كنا مضينا وقعدنا مع النادي الاهلي، بس كلنا كنا احنا رحنا لعبنا كاس العالم في الارجنتين، فما لعبناش ما استناش النادي الاهلي، كاس العالم اللي هي ثالث العالم. ثالث العالم، انا مثلا لعبت ماتش كان مع النادي الاهلي قبليه، كان اتحاد جده اللي هو مهرجان اللي هو ومشيت على طول، ولما جينا كان المباراه الاهم اللي هي كانت ريال مدريد اللي احنا نقدر نشتغل مع النادي الاهلي. يعني فهي بالنسبه لك مباراه مصر كلها عرفت احمد ابو مسلم من خلالها. طبعا هو التعارف، انت كان كاس العالم كان الناس شايفينك اللي انت مضيت النادي الاهلي خلاص موجود، بس التعارف اللي انت تلبس الفانيلا وتلعب على الخط جنب جماهير النادي الاهلي كان اول حاجه ريال مدريد. كانت اول حاجه، وتخيل بقى اول حاجه ريال مدريد طبعا واللعيبه زيدان على ديفيد على مجموعه كبيره جدا من زيدان، ميكاليلي، روبرتو كارلوس، الناس دي نهار كلها ابيض، كان حاجه، كانت فرقه كبيره جدا. كانت فرقه. طبعا كانت المباراه دي كانت عامله ازاي بالنسبه لكم؟ الاجواء طبعا كان حلم بالنسبه لنا، اللي انت بتلعب للناس اللي بتتفرج عليها في التلفزيون، بس انت موجود في النادي الاهلي، نادي القرن وكل حاجه، بس الاعمار اللي كانت موجوده في الملعب كنا صغيرين يعني، انت ومع ذلك قدرت تكسب. طبعا انت عندك اصرار. بص يا اسلام، طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي او تربيت في النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي، انت مطالب بالمكسب على طول والتتويج، فدي حاجه حتى الاجيال اللي بعد كده واللي بعديها هتبقى نفس الكلام، دي حاجه غريزه موجوده في لعيبه النادي الاهلي او متربيين في ناشئين النادي الاهلي بنفس الاسلوب ده. فطبعا احنا احترمنا ريال مدريد، بس انت طبعا بتلعب على ملعبك، الملعب كان مقفول، مناسبه كبيره نادي القرن، فلازم انت كان عندك احساس ودافع ان انت لازم تروح الناس دي مبسوطين، حتى لو نادي القرن ريال مدريد نادي كبير وكل حاجه بطل اوروبا، بس انت بتتكلم اللي انت النادي الاهلي الجماهير دي كلها لما ترجع مبسوطه اختلاف تاني يعني، اختلاف في الحياه كلها. فاحنا كان عندنا مسؤوليه لازم الجماهير دي نطلعها مبسوطين. مانويل جوزيه قال لكم ايه في الماتش ده؟ مانويل جوزيه صراحه كان اماكن كان قال لنا لا انتوا هتلعبوا نادي اوروبا وكل حاجه يعني بطل اوروبا وكل حاجه، بس انت طبعا انت لعيب نادي القرن الافريقي، انت نادي كبير، العب بالشغل بتاعك ما تخافش. هو كان خايف شويه او يعني قلق شويه من اللي انت عنصر اللعيبه اللي موجوده او الاعمار اللي موجوده كانت صغيره يعني، مثلا كنت انا صغير 19 سنه، حسام غالي كان 19 سنه، عادل مصطفى لما نزل كان صغير، في ناس كتير كانت صغيره، وشيتوس وابو المجد وابو المجد مصطفى نزل بعد ربع ساعه، فالاعمار كلها كانت صغيره. الكبار اللي كان في الملعب كان يعتبر الحضري وخالد بيبو يعني كانوا ثلاثه هو الجمعه، علاء ابراهيم، هو الجمعه علاء ابراهيم يعني، هم دول اللي كانوا موجودين في الفرقه كلها. فهو بس كان يعني متخوف، اللي احنا طبعا الانتخاب يعني 17 سنه 18 سنه المسؤوليه، بتلعب قدام مثلا روبرتو كارلوس ولا فيجو ولا اللي كان بيلعب قدامك الناحيه الثانيه، انا جيريمي الباك ليفت بتاع كاميرون. بس انت خلي بالك انا في ترقيصه حلوه على الرقص، رقصت له واحده حلوه انت، انا فاكر اللعبه دي. ولكن يعني ما خفتش او ما قلقتش او اي حاجه اثناء هذه المباراه؟ هي طبعا اكيد طبعا، ما انت خلي بالك اللي انت ما بتلعب قدام، انت طبعا اسلام عارف ان انت بتلعب قدام الناحيه اليمين او ناحيه الشمال على الاطراف، فانت ناحيه الجماهير، فانت كل حاجه انت كل حاجه بتخش في ودانك طبعا على طول، الكلمه مش زي دلوقتي خلي بالك دلوقتي الدنيا مختلفه، انت ممكن تلعب 3 سنين ما فيش حاجه. دلوقتي بتلعب الجماهير كلها يعني بتسمع الصوت لما ترقص واحد وبتسمع الاه دي بتديك اللي انت باور 1000%. فاحنا كنا بنشتغل مثلا، اول انا كنت متعمد اول كوره تجيلي لازم عايز اعدي بيها، عشان لو عديت بيها الدنيا هتاخد ثقه في نفسك وهتقدر الراجل قدامك برضك هيقلق شويه منك. فانا اول كوره جات لي حتى جيريمي دوت عديت منه بشكل كويس، اللي هي كوبرا عديت منه بشكل كويس، بعد كده بقى استريحت لميت الجماهير هيصت، فقالت بقى الدنيا لا خلاص الموضوع ثقه جت، خلاص ثقه جات لك وانت عايز تعمل حتى الكوره اللي بعديها دخلنا لجوه ورقصت، الدنيا اختلفت. جمهور الاهلي مختلف بصراحه، جمهور الاهلي حاجه تانية خالص. انا طبعا كل حاجه بص اسلام متوفره دلوقتي الا العنصر الجماهير يعني، انت فاهم انت دلوقتي الدنيا مختلفه. نتمنى يا رب ان احنا نشوف ان شاء الله نتمنى وترجع تاني، عشان جماهير النادي الاهلي دي المتعه ودي الحياه وده الدفع ليك يعني، ده اللعيب رقم واحد في النادي الاهلي الجماهير دي يعني كل حاجه موجوده الا الجماهير، اللي هي المتعه كلها في كره القدم موجوده، فحتى الكره للجماهير يعني، هي الكره للجماهير. فالجماهير دي طبعا بتشيلك في وقت كبير جدا، وهي صاحبه الفضل على الناس كلها وعلى اللعيبه كلها الموجوده. ايوه.